العالم على بعد أقل من 45 دقيقة لوجود أول منتخب عربي في نصف نهائي كأس العالم في قطر. المنتخب المغربي يلاقي فرنسا بعد أقل من 45 دقيقة. كل الأمنيات الطيبة لأسود الأطلسي، إن شاء الله يكون أول منتخب عربي أفريقي مسلم يصل إلى نهائي كأس العالم في تاريخ هذه اللعبة. الحقيقة الموضوع مش بعيد ومش محتاج معجزة ولا حاجة، إن شاء الله لعيبة المغرب قدها وقدود يعني، وهي عدوا من المنتخب الفرنسي. احنا النهاردة الحقيقة في 45 دقيقة الجايين دول هنتكلم معاكم في زاوية مختلفة شوية، وهنعمل ميكس ما بين حاجتين، ما بين توقعاتكم للمباراة، انت شايف المباراة تمشي ازاي، نتيجتها كام والكلام ده كله، وما بين لماذا تنجح المغرب على الصعيد الرياضي. ليه المغرب وصلت للمرحلة دي ومصر لا؟ ايه الفرق؟ ايه اللي احنا بنتعلمه من المغرب في كاس العالم؟ ايه اللي ناقصنا في المنظومة الرياضية في مصر المغرب عملته؟ ايه اللي ناقصنا في التعامل مع المدرب المغرب عملته واحنا لا؟ ايه اللي معطلنا، معطل المنتخب المصري انه يوصل؟ كلام كتير جدا وكلام مهم جدا. يمكن احمد حسام ميدو لاعب المنتخب المصري السابق اتكلم عنه وشن حملة ضد المنظومة الرياضية بشكل كبير جدا، خلينا نسمع عليه. جون عسير لو رجعتوا الكلام هو فضح حالة بريد على فكرة، قال ان رينار كان على استعداد وخليلوزيتش قال الكلام ده وكان مستعد وحابب ان هو يدرب المنتخب المصري، ولكن هانا بوريدا فضل مصلحته الشخصية اللي هي علاقاته مع فوزي رجع على انه يتفاوض مع مدرب مستعد وقابل ان هو يفسخ عقده بالشرط الجزائي وان هو يدرب المنتخب المصري. ده كان جزء من اللي قاله ميدو، لكن كمل احمد حسام واتكلم على موضوع مشكلة الكورة في مصر تتلخص في شوية حاجات ومنها فساد المسؤولين، نتابع. عندنا مشكلة كبيرة جدا عباس في مصر، ان اي مسؤول يقدر ان هو ينجو من يقدر ان هو ينجو من اخطائه بكل سهولة وبكل بساطة ودون اي رقابة، وعندهم قدرة على التلون والعودة مرة أخرى بأشكال مختلفة لم أراها في أي أشخاص في العالم كله. فلازم المصريين ياخدوا بالهم، ولازم اللي اشتغل صح يتكافئ، وده طبعا مش موجود، ولكن لازم الناس اللي سببت في انهيار الكرة أو تسببت في انهيار الكرة المصرية لازم يطلعوا على المسرح، ولازم الناس تشوفهم، ولازم نشاور على أخطائهم ونقول لهم أنتوا ما اشتغلتوش لصالح مصر، أنتوا اشتغلتوا لصالح مصالحكم الشخصية بس، انتوا قلبتوا الاتحاد الكره المصري اتحاد مبني فيه التوظيف والتعيين على المجاملات وفي نفس الوقت تصفيه الحسابات، واقتصرتوا الوظائف داخل اتحاد الكره وخدمه مصر على صبيانكم واتباعكم. ده كلام ميدو بيقوله، الحقيقه كلنا بنقوله وبنتكلم فيه عن المنظومه الرياضيه وما صفر المونديال يعني عنا ببعيد، لكن كتب ميدو تويت الحقيقه ونشرها عن غلاف مجله الاهرام الرياضي، وهو غلاف عبقري، خلينا نشوف كده جزء منه. غلاف عظيم من الاهرام الرياضي، لازم اللي قاعد على كرسي واستهون في حق مصر واشتغل لنفسه بس وتمسك باصحاب السبوبه من حوله يتقطع ويتفضح قدام مصر كلها، عشان اللي يجي يقعد على كرسي بعد كده يفكر 100 مرة قبل ما ياخد قرار الترشح، يا إما عايز تشتغل وتفيد البلد يا إما أحسن لك تريح على جنب. الصورة على الشمال طبعا لوليد الرجراجي، لعيبة المغرب شايلينه علم المغرب مع كلمة الدرس، وثلاثة من المسؤولين الرياضيين في مصر منهم هاني أبو ريدة. طيب، كان عندنا زمان مدرب عظيم عمل جيل من أعظم أجيال كرة القدم في مصر، عمل كل حاجة في الكرة إلا أنه يوصل كاس العالم، وكان يستحق الحقيقة يوصل كاس العالم، هو الكابتن حسن شحاتة اللي درب الجيل الذهبي، جيل أبو تريكة وأحمد حسن وزيدان والآخرين، الجيل اللي كسب كاس أمم أفريقيا 2006 2008 2010، كان مسيطر على القارة الإفريقية في وجود دروكبا وصامويل إيتو وعمالقة منتخب كوت ديفوار ومنتخب الكاميرون، وكان على يعني خلاص مقربة من التأهل لكاس العالم 2010 لولا الأحداث الشهيرة اللي حصلت في مباراة مصر والجزائر 2009 والحشد والشحن السياسي الغير مبرر اللي كان حاصل ما بين الشعبين، ووصلنا ان احنا خسرنا مباراة ام درمان في السودان في نوفمبر 2009. تعالوا نشوف كده كابتن حسن شحاتة من اعظم من دربوا المنتخب المصري وهو بيتكلم عن الظلم اللي تعرض له في الاقالة من تدريب منتخب مصر. هو سبب اختفائي حاجة واحدة، ان الدنيا ما بقتش هي الدنيا، الدنيا ما بقتش هي الدنيا، يعني من الناس اللي كان ليها دور في ابعادي عن منتخب مصر، يعني انا اتشال ليه وانا جاي ثلاث بطولات؟ يعني انا جاي ثلاث بطولات مش كده؟ فعشان انا ليه ان انا ممكن يمشوني عشان يجيبوا حد تاني ويجيبوا واحد اجنبي والكلام ده كله، بالرغم ان كل البطولات
اللي مصر خدتها على ايدي مدربين وطنيين. انا ظلمت ظلم دايم بس بقول خلاص عشان كده مختفي، يعني مش عاوز اعرف حد، مش عاوز اشوف حد، يعني في حاله نفسيه سيئه. انا يعني زميلنا في الاخراج بيقول لي هو ده حسن شحاته، شكله اتغير. ده بيقول لك ليه المغرب بتوصل اللي هي فيه وان شاء الله توصل ابعد من كده واحنا مش موجودين اصلا في كاس العالم. لانه الحقيقه واحد زي حسن شحاته شايف شكله بيقول لك يا عم الدنيا مش الدنيا والناس غير الناس وانا مش عايز اشوف حد ومش عايز حاجه ومحدش يقرب لي محدش يعمل لي اي حاجه، لان الموضوع الحقيقه مزعج للغايه. جمال علام قال تصريح لطيف قوي، بيقول لك الاتحاد المصري لكره القدم مديون زي ما البلد كلها مديونه يعني ب 600 مليون جنيه. نتابع. انا مش عايز اقول لك حاجات يا احمد بيه، انا دخل اتحاد الكوره عليا مديونيه فوق ال 600 مليون جنيه. كم يا احمد بيه؟ في حاجات كتيره جوه الاتحاد ما اقدرش اتكلم فيها. عليكم مديونيه كم؟ فوق 600 مليون جنيه. 300 بس في حاجات ما اتكلمش فيها. الرقم ما سمعتوش الرقم. انا دخلت اتحاد الكوره كان في 200,000 دولار واخد المنتخب وراح بيها الكاميرون. انا مش عايز اتكلم يا احمد بيه في حاجات كتيره، انا مش عايز اتكلم. لو في لجنه تقصي حقائق من رئاسه الجمهوريه تيجي وانا اكلمه على كل حاجه. انا مش عايز اتكلم. 300 مليون جنيه. ايوه طبعا 600 و300 لوحده ده مشروع الهدف ده عليه قيمه كبيره جدا. طب معلش بالراحه بس لان انا عايز اسمع كويس. انا بقول لك 300 ولا 600؟ انا بقول لك الحاجات اللي 300 ولا 600. طيب معلش عشان اسمع 300 ولا 600؟ 600 مليون جنيه. 600 مليون جنيه مش 300، 600. الهدف وحده فوق ال 450. ماله مشروع الهدف ده؟ عليه مديونيه 450 للدوله. للدوله مش لبره، للدوله. وتوعد ان هتيجي من الكاس. يبقى عندنا 600 مليون مديونية في اتحاد الكورة. الوضع الحقيقة مقرف، يعني عارف انت لما تيجي تقارن وتقول المغرب وتلاقيها في دور قبل النهائي في كاس العالم ان شاء الله توصل النهائي النهاردة، وتقارن مع العالم المقرفة دي تشعر بالغثيان، تشعر ان في شيء مقزز، في حاجة غلط موجودة.